عظيمة يا ملاذ السلم والحكمة. أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن المصانع الفائزة بجائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية لعام 2020 تزامنا مع احتفالات الوزارة بيوم الصناعة العمانية الذي يوافق 9 فبراير من كل عام. ومعنا حاليا في الاستوديو الفائز بهذه الجائزة الفاضل محمد بن خوار الكثيري المدير التنفيذي لشركة صناعة تقنية البلاستيك. أهلا ومرحبا بك ونبارك لكم هذا الفوز. جزاكم الله خير ومشكورين على الدعوة الطيبة وشكر موصول لكم أيضا لتسليط الضوء على هذه الجائزة. هذه الجائزة نعم. شكرا. في البداية نقترب من فوزكم بدرع الوزارة الخاص بجائزة السلطان المعظم للإجادة الصناعية، حدثنا عن هذه التجربة. التجربة كانت جدا في البداية كانت جدا صعبة، وذلك بسبب التقييمات ورفع المعايير في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. بس الحمد لله احنا حصلنا على الجائزة، اشتغلنا اجتهدنا وكنا نطمح فيها من زمن تأسيس المصنع. جميل. الحمد لله. لو نركز على المجال اللي تعمل فيه الشركة، شركة صناعة تقنية البلاستيك. شركة صناعة تقنية البلاستيك شركة عمانية 100%. انشأت عام 1998. تركز على صناعة تحويلية في تحويل المواد الخام إلى أنابيب لتوصيل المياه الباردة والساخنة. ونشتغل في السوق العماني. والحمد لله عندنا حيز لا بأس به في سوق عمان. ومصدر لأكثر من 16 دولة في دول الخليج ودول المنطقة. جميل. يعني الشركة تعمل منذ فترة طويلة في هذه الصناعة. وقررتم المشاركة في هذه المسابقة. أكيد. إيش اللي حفزكم للمشاركة في هذه المسابقة الإجادة الصناعية؟ طبعا هي صاحب الرؤية، وأنا من هذا المنصة أقدم أهدائي وشكري لفريق العمل وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعيد بن سليم خوال الكثيري، والرؤية وهو القلب النابض خلف دعم فريق العمل للنهوض بالشركة ووصول رفع المعايير للحصول على هذه الجائزة. نعم. طيب معايير المشاركة ما هي؟ معايير المشاركة هي جودة السلامة والبيئة المهنية في كل دائرة في المصنع يتم فحصها، والتحدث عن طموح كل دائرة وكيفية التكاملية، كيفية عمل خطة الأعمال لتتواكب مع استراتيجيات الشركة. فهي معايير تقييمية. طبعا ما نقول أنها كانت سهلة، كانت صعبة جدا، بس الحمد لله فريق العمل ما قصر وعلى رأس المهندسين والمصنع نوجه لهم هذا الشكر أيضا. جميل. بما أنك ذكرت فريق العمل، من هم فريق العمل لو تعرفنا عليهم؟ المهندسين اللي هم خريجين جامعة سلطان قابوس وجامعة صحار. جميل. الشباب كلهم ما شاء الله شباب طاقات عمانية، أوجه لهم الشكر وما قصروا وهم اشتغلوا، وكنا شغالين فيها من 2019، يعني احنا قاعدين فيها 3 سنوات. وكان جدا أيام صعبة بس الحمد لله لها طعم. أكيد لها لما يتم استذكارها. كيف شفت المنافسة أيضا في هذه النسخة مع الشركات الأخرى؟ كانت جدا صعبة. طبعا احنا نافسنا بين 73 منشأة صناعية وكانت المنافسة جدا صعبة، بس الحمد لله. بس كانت تتميز هذه المناسبة، التقييم الأخير كان جدا صعب لأنهم رفعوا من مستوى المعايير. وبس الحمد لله بما أن احنا مصنع من 1998 موجودين، كنا طبعا عندنا أكثر من 17 شهادة فنية في هذا المجال اللي هو صناعة الأنابيب. وخبرتنا هي خلت الموضوع جدا سهل بالنسبة لنا. طبعا وتراكم الخبرات على مر السنين أكيد هو اللي الدافع وهو اللي أعطانا الجائزة، الحافز طبعا. طيب ذكرت أنه تم رفع المعايير، كيف تم رفع المعايير عن النسخ السابقة؟ كان فيه دروع وفي كأس لصاحب الجلالة، فالدروع طبعا كان فيها عدة جوانب في قيادة الشركات الشراكات، وكان فيها جودة البيئة والسلامة ودور دعم المجتمعات أيضا. فاحنا كان قسمنا في دور البيئة المهنية والسلامة ودور المجتمع دعم المجتمع. نعم. ما هي مبادراتكم في دعم المجتمع؟ كثيرة الحمد لله، من تنظيف الشواطئ، دعم دور العبادة، المساجد، جمعيات تعاونية، جمعيات الخيرية أيضا نفس الشيء.
جميل. دائما احنا ندعمهم دائما. نعم. طيب هذه المسابقات بشكل عام كيف تشجع البيئة التنافسية ما بين الشركات في السلطنة لتقديم جودة أفضل في خدماتها؟ طبيعي المسابقة لابد أنها راح ترفع من المنافسة، ترتفع المنافسة يرتفع قطاع الصناعة بشكل عام. نعم. وقطاع الصناعة هو رافد أساسي في الاقتصاد العماني. فإذا تكلمنا عن خلق البيئة المنافسة هذه بحد ذاتها تعمل مثل ما تقولين رفع معايير إجادة صناعية. نعم. فطبيعي أن كل منشأة صناعية راح ترفع من خدماتها من جودتها ومن إجراءاتها واحترازاتها أيضا في بيئات العمل والسلامة والتدريب والتعمين. فطبيعي أكيد. ما هو طموح الشركة؟ طموح الشركة الوصول إلى 26 دولة في التصدير، حيث أن في اليوم نقف على 16 دولة في سوق الدول الخليج وشمال أفريقيا وشرق أفريقيا، ونطمح لنكون في متواجدين في 25 دولة إن شاء الله بإذن الله تعالى. كلمة أخيرة توجهها باسم الشركة. أنا أحب نشكر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على القيام بهذه المسابقة، ونهدي أهدي هذا الدرع الغالي إلى الوالد رئيس مجلس الإدارة مجلس محمد بن حايل الشيخ سيد بن سليم خوار الكثيري، وأيضا فريق العمل ما ننساهم، وشكر موصول لكم تسليط الضوء على الطاقات العمانية، وجزاكم الله بخير. ولو هذا واجبنا، نحن نتمنى لكم كل التوفيق ونبارك لكم من جديد هذه الجائزة. محمد بن خوار الكثير المدير التنفيذي لشركة صناعة تقنيات البلاستيك، كل الشكر لك. تسلمين، شكرا، يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا لازلنا متواصلين معكم لنتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن جزر الديمانيات، ومن ثم لنا عودة. نهض حتى عتلى واقف تلفت شاف قدامه وطالع تحت أقدامه.